في إطار التواصل المستمر مع مختلف القوى السياسية، زار رئيس الحزب التقدم الاشتراكي النائب تيمور جملاط على رأس وفد من قيادة الحزب وكتلة اللقاء الديمقراطي رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، الذي كان في استقبال الوفد بحضور نواب الكتائب والقيادة الحزبية. بعد اللقاء تحدث كل من النائبين سليم الصايغ وهادي أبو الحسن. هيدي مناسبة اليوم لترحيب بوفد اللقاء الديمقراطي الكتلي ومجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي. اجتمعوا رئيس الحزبي التقدمي الاشتراكي تيمور بيك والشيخ سامي لحتى يصير في نوع من أول شيء الواجب تجاه بعضنا. الزيارات المتبادلة هي زيارات قائمة، هيدي زيارة هي تتويج لمسار تقارب وتنسيق بين الحزبين. هذا التنسيق هو ليس فقط على المستوى النيابي اللي هو ضروري جدا، إنما كذلك بمناسبة الاستحقاقات الوطنية الداهمة. اليوم طبعا على المستوى النيابي هناك إشكالات كبيرة قائمة، ويجب أن نعمق التنسيق إن كان بما يتعلق بالموازنة أو بموضوع قيادة الجيش، وأساساً بموضوع انتخاب رئاسة الجمهورية. في مقاربات مشتركة لابد من أن تتعمق في الأيام القليلة المقبلة بين الحزبين. كذلك على المستوى الوطني، إذ أن الخطر المحدق بلبنان هو أكثر بكثير من الاستحقاقات الداخلية الدستورية كانت أم التشريعية. في عنا خطر كثير كبير اللي هو كل مصير المنطقة محطوط على الطاولة، ويجب في لبنان أنه كل أحرار لبنان وكل الناس اللي بيفكروا بأهمية الدستور اللبناني والعيش معا بهذا البلد أنه يكونوا عم بيفكروا سوا وعم بيعمقوا هذا التفكير حتى نقدر نحمي لبنان. إما يكون انطلاقا من روحية مصالحة الجبل لحديث اليوم، كل الشغل المشترك التراكمي اللي صار بين حزب الكتائب اللبنانية والحزب التقدم الاشتراكي لابد ما أنه يذهب تصاعداً وتصاعدياً لحديث ما أنه نقدر نكون حاضرين يوم الاستحقاقات الكبيرة، أنه نكون على أكبر قدر ممكن من التماهي والتنسيق والتوافق. نحن منرحب مجدداً أمام الإعلان وأمام الملأ بوفد القيادي بالتقدم الاشتراكي، وعبر رئيس الحزب الشيخ سامي أكثر من مرة باللقاء وقال هذا البيت، بيت الكتائب اللبنانية، هو بيت لكل اللبنانيين، لا سيما رفاقنا بالحزب التقدم الاشتراكي. ولا وحدة للبنان إلا بوحدة هالمكونات المهمة وبلقاء الجبل اللبناني اللي نحن ركائز أساسية فيه. أهلا وسهلا فيكم، سعادتك. شكرا. نزور اليوم وفد من الحزب التقدم الاشتراكي واللقاء الديمقراطي برئاسة رئيس الحزب تيمور جملاط والرفاق في الكتلة ورفيقات ورفاق في مجلس قيادة الحزب. نزور بيت الكتائب رئيسا وقيادة. أولا، يأتي هذا اللقاء أو هذه الزيارة ضمن سياق بدأ منذ عام 2000 عندما كان اللقاء الأول في المختارة قبل المصالحة الوطنية الكبرى، واستكمل بالتلاقي في محطات عديدة، وكان هناك تحالفات بين الحزبين. بالشكل هو لقاء واجب بعد الزيارة التي قام بها الرئيس سامي جميل مع أعضاء الحزب إلى كليمونسو للتهنئة بانتخاب رئيس وأعضاء مجلس قيادة الحزب، وبالشكل أيضا هو تأكيد على أهمية التواصل والنقاش والانفتاح والحوار بين كل المكونات اللبنانية. كيف إذا كان بين مكونين أساسيين في لبنان وفي قلب جبل لبنان؟ هي مناسبة أيضا للتأكيد على المشترك فيما بيننا كحزبين كلبنانيين.
في المضمون كانت مناسبة لاستعراض التطورات التي تجري في المنطقة وفي لبنان، وتحديداً في هذا الظرف المصيري الوجودي الحساس والخطير التي تمر به المنطقة مع تأثيراته على الداخل اللبناني. وكانت النقاشات مهمة وفي العمق في أكثر من جانب وفي أكثر من عنوان، أولها أهمية تحصين الواقع السياسي الداخلي اللبناني من خلال إنهاء حالة الشغور على كل المستويات، بدءا من موضوع رئاسة الجمهورية، ونعول ونشكر حزب الكتائب على المنطق الذي قرب به الأمر لناحية الانفتاح والاستعداد لتلافي الشغور من خلال التوافق على خيار وطني جامع في شخص رئيس الجمهورية. هذه خطوة متقدمة، ندعو كل القوى السياسية كي تلاقينا في منتصف الطريق في هذا الموضوع. كان بحث في موضوع قيادة الجيش وأهمية تلافي الشغور في قيادة الجيش، أكدنا موقفنا كلقاء ديمقراطي حول ضرورة تمكين المؤسسة العسكرية بكل مستوياتها من رأس الهرم حتى آخر جندي في الجيش اللبناني، والابتعاد عن الحلول المؤقتة. لهذا السبب قد يكون الخيار الأسهل هو أن نذهب إلى تعيين المجلس العسكري، ولكن كلقاء ديمقراطي كحزب أكدنا على أهمية وجود قائد أصيل للجيش اللبناني، ولكن بعد انتخاب رئيس للجمهورية فلنذهب اليوم من خلال مجلس الوزراء، فلتكن المحاولة الأولى من خلال مجلس الوزراء للتمديد لقائد الجيش الحالي ولتعيين أعضاء المجلس العسكري. سنحاول حتى النهاية إذا تعذر هذا الموضوع لأكثر من سبب، يبقى أمامنا خيار اقتراح قانون في المجلس النيابي، وهناك أكثر من اقتراح قانون، ونذكر أن اللقاء الديمقراطي تقدم باقتراح قانون في السنة الماضية لرفع سن التقاعد لكل المؤسسات الأمنية. فلنتلافى الشغور في المؤسسات الأمنية، فلنمكن المؤسسات الأمنية. النقطة الثالثة والمهمة التي تناولناها هو موضوع الموازنة، وسنتابع مع الأخوة في حزب الكتائب النقاش في موضوع الموازنة. سنحاول ونحن جدون، وأعتقد نتشارك مع حزب الكتائب في هذا الموضوع، لا مجال في هذا الوضع الحساس للشعبوية، لابد أن يكون هناك موازنة، ولكن ليست أي موازنة. فسيكون هناك لقاءات لاحقة في المرحلة المقبلة كي نتلاقى على بعض العناوين، على بعض الملاحظات، كي نوحد النظرة لموضوع الموازنة. نحبذ أن يكون هناك إصلاح في هذه الموازنة، لابد من إعادة النظر ببعض القوانين الضريبية، نبتعد عن المواطن الذي يتكبد ويتحمل الأعباء يوما بعد يوم، فليكن التكليف لكل الناس ليس فقط للمواطن الذي يدفع الضريبة، فليكن هناك كمان إعادة النظر ببعض الخطوات على مستوى التشريع، على مستوى الإجراءات بموضوع التهرب، بموضوع التهريب، وبموضوع إعادة النظر بالهيكل الضريبي في مخص الموازنة. ويبقى الأساس، لابد أن ننهي موضوع الموازنة قبل تاريخ 31/1، لأنه من غير المحبذ أن تصدر بمرسوم ويكون هذا المرسوم عرضة للطعن، وتكون موازنة لا تتلائم مع واقع المواطن اللبناني. هذه هي العناوين، اللقاءات ستستمر مجددا. شكرا شيخ سامي، شكرا أعضاء حزب الكتائب قيادة وأعضاء، وإلى اللقاء دائما في لقاءات مثمرة. شكرا. بهذا الموضوع أعتقد أن طرح حزب الكتائب فلتكن المحاولة، وهم عبروا عن هذا الموضوع في مجلس الوزراء. إذا لم نوفق في مجلس الوزراء سيحددون الموقف في موضوع اقتراحات القوانين. هناك أكثر من اقتراح قانون بهذا الموضوع، ولكن الأفضل كي نتلافى الشغور على أكثر من مستوى، لأنه اليوم عندنا قيادة الجيش، بعد كم شهر عندنا قيادة قوى الأمن الداخلي، هناك واقع ما في توظيف بالبلد، يعني عمليا ما بتستقطب المؤسسات الأمنية ضباط ورتبة
وعسكر، من الأفضل إلى أن تتوضح الأمور في المستقبل. هناك اقتراح تقدم به اللقاء الديمقراطي برفع سن التقاعد سنتين، سنتشاور مع الأخوة في الحزب الكتائب وما باقي الكتل في هذا الموضوع. مطلبنا دائما كان مع أهمية وضرورة تشريع الضرورة، واليوم ليس هناك ضرورة أكثر من أنه يكون عندنا موازنة ويكون عندنا قائد جيش ويكون عندنا إصلاحات ضرورية، ونشوف بعض الاقتراحات القوانين المهمة التي تعني المواطن كان على المستوى الصحي وإن كان على المستوى التربوي أو كان على المستوى المعيشي. نعم، نحن ندعو من هنا إلى ضرورة عقد جلسات للتشريع الضرورة، واليوم الضرورة القصوى بعتقد هي قيادة الجيش والمؤسسات الأمنية. نحن بهذا الموضوع إذا بتسمح بموضوع تشريع الضرورة، نحن عم نسمع كل النداءات اللي عم بتصير، وطبعا عم نقيم هذا الموضوع، وفي المكتب السياسي هناك نقاش معمق حول موضوع قيادة الجيش وضرورة استمرار المؤسسات من دون الخلل أو ضرب هيبته، ومؤسسة الجيش منا حيالله مؤسسة، مشان هيك نحن اليوم ما في عنا موقف نهائي اليوم من هذا الموضوع، إنما نحن لن نترك أي وسيلة حتى إلا ما نجربها حتى ما تنضرب المؤسسة العسكرية ولا تنضرب هيبتها ولا تنضرب قيادتها. شكراً.